حضرة سيدي الكرام، هذا الطائرة بحمد الله في مطار أبو ظبي الدولي، حيث توقيت المحلي شلول تمام الساعة 8 مساء. من أجل راحتكم وسلامتكم يرجى منكم بقاء جالسين في مقاعدكم وبقاء حزمة المقاعد مربوطة إلى أن تتوقف طائرة توقفا كليا ودفع قادر إشارة ربط حزمة المقاعد. قبل مغادرتكم الطائرة نرجو التأكد من جميع أغراضكم الشخصية الموضوعة تحت المقاعد أمامكم في الخزائن العلوية. يرجى فتح تلك الخزائن بحذر لتلافي أي إصابات بحال سقوط أمتالكم على الضيوف الآخرين. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع من باسا في مبنى المطار، لذا يرجى عدم تدخين رفومات خاصة لذلك. يمكنكم الآن تشغيله ونقلة إذا كانت من تناول أيديكم. يرجى من السادة ضيوف درجة رجال الأعمال الذين قاموا بحجز خدمة سيارة مع سائق ورجاء مكتب اتحاد الطيران ضمن قاعة القادمين. أما ضيوفنا عامة درجة المرجاة السياحية المتجهين إلى مدينة دبي أو العين، يسرنا توفيرهم بخدمة حافلات اتحاد فاخرة نقلهم من المطار. نيابة عن قادر كابتن جبر وباقي أفراد الطاقم، نشكركم اختياركم سفر مع اتحاد الطيران نقل وطني دولة الإمارات العربية المتحدة. نتمنى لكم إقامة طيبة هنا في أبو ظبي، وسنرحب بكم مرة أخرى عبر طائرتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, welcome to Abu Dhabi. The local time here is 8 o'clock in the evening. For safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft is stopped completely and the seatbelt sign is switched off. Before you leave, please ensure that you have all your personal belongings and take care when opening the overhead stowages. Kindly remember that smoking is not permitted until you're within a designated smoking area of the airport. You may switch on your mobile phone now if it is within reach in your seat area. For business class guests, may use the fast track facility at immigration by presenting the fast track card. Premium guests may book the Etihad chauffeur service, will be looked after at Etihad desk in the arrivals hall. Cargo economy guests traveling to Dubai or Al Ain are welcome to use our Etihad express luxury coaches located at the lower level of the arrivals hall. It has been a pleasure.